صح فطوركم، جسبي على راكم كامل لاباس وصحتكم بخير وجوزتوا نهاركم تخي تخي بيان. كيما راكم تشوفوا الوصفه تاع نهار اليوم بطبوط بريستيج، على بالي بلي كامل تعرفوا وصفه تاع البطبوط، وحبيت نشارككم طريقه تاعي كيفاش ندير البطبوط. ايه ودرتو مشبح كيما راكم تشوفوا، ايه العين تاكل قبل الكرش. تقدروا تديروه في بلاصه البوراك ولا في العرضه تديروه هكا شبحوه من الفوق. الوغ هيا نبداو الوصفه تاعنا. هنا درت كاس سميد وثلاثة كيسان فارينه، ولا تقدروا زوج كيلات زوج كيلات، زوج كيلات سميد وزوج كيلات فارينه، ونخلطوا كلش مع بعض. ونروحوا نزيدوا مغرف كبيره خميره الخبز ومغرف كبيرة تاع السكر. نخلط المواد الجافة والملح، خلوه هو الاخراني فوالا. وهنايا نلمو بالمدافي، بيان سور السميد يكون رطب فوالا، نلمو غير بشويه الليمون عجنو. فوالا، ولاباط ما تخلوها جاريه، ما تخلوها شاده روحها تاع يابسه، خلوها في الوسط، ما يابسه بزاف ما جاريه بزاف، حاكمه روحها وطريه شويه بيان سور. فوالا هنايا نعجنوا واحد الاربع دقائق هكاك. فوالا حتى تلمنا العجينه كامل وتولي لنا ليس رطبه. فوالا كيفاش راهي، نديروها تخمر واحد 20 مينوت. فوالا خمرت لي، فوالا. وهنا نروحو نحلوها، نديرو الفارينة باش ما تلصقناش، ونحلوها ما تحلوهاش رقيقة، حلوها شوية شوية خشينة، ما خشينة بزاف ما رقيقة بزاف. فوالا، ونروحو نطبعوها بواش عندكم، سواء عندكم هاد المول ولا بكاس ولا سا ديبون، اذا كم حابين يجيكم صغير ولا كبير شويه. ومن بعد نزيدو نخلوهم يرتاحوا لنا واحد من 20 مينوت هكا نص ساعه، يزيدوا يخمروا. فوالا كيفاش طلعوا لي خمروا، وهنا درتهم يطيبوا. شوفوا كيفاش هنايا بدا يتنفخ، يزيد يتنفخ لكم، وغير تشوفوه طاب لكم شويه بك اقلبوه باش يطلع لكم. فوالا فوالا كيفاش جاني. وبالنسبه للحشو شوفوا كيفاش جاني من الداخل، يجيكم فارغ هايل. وبالنسبه للحشو اختياري انا، هنايا درت قليت البطاطا بتيكاغو هكايا، والزيتون والمايس فوالا، تقدروا تزيدوا واش تحبوا. خلطتهم مع بعض وزدت الطون، وزدت هنايا الفرماج، ودرت المايونيز ولم كلش. فوالا وهنا نروحو نعمرو البطبوط تاعنا.
فوالا يجيكم بزاف بزاف بنين. سيو حمره تانيك في الطرف. فوالا الشكل النهائي. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وما تنساو ليش جام ابونيو باش تدعموني شويه، ندير لكم وصفات اكثر. وتهلاو في روحكم وسلام.